شيخ الحارة، خد التقيلة دفعة 86 والناس وشقة ياسر رزق وشقة الجيزة والناس اللي جات اتخانقت معاكو عشان التليفون صاحبكو اللي بيكلم بنت. ايه القصة دي في السريع كده؟ هقتلك. كلمت ناس من دفعة 86 اصحابنا اكيد. احنا كلمنا كل الناس الظبط. كل الناس. طيب دفعة 86 دي هي الدفعة الذهبية في اعلام القاهرة. بيقولوا عليها كده، اللي هي انا وعمرو اديب ويسري فوده وحمدي رزق وياسر رزق والمجموعه دي كلها. فكان في شقتين، كان في شقه بتاعت الاستاذ فتحي رزق الله يرحمه والد ياسر رزق في مدينه نصر، وكان الرجل العظيم ده استاذنا كلنا بيقعد في اسماعيليه فتره انهم اسماعيلاويه ويرجعوا ايه ويرجع القاهره كام يوم في شغله. فكانت الدفعه بتاعت اعلام القاهره قاعدين في المدينه الجامعيه، فما بيصدقوا الراجل يسافر يروحوا يباتوا، تلاقي 20 واحد في الشقه بتاعت ياسر رزق، ياخدهم نقعد في الشقه. تمام؟ تمام. والده كان يجيب من اسماعيليه خيرات ربنا كلها، اكل وشرب وفي الثلاجه ومليانه وكل حاجه. الراجل يجي هنا يحط الاكل مع اللي بيشتغلوا معاه والكلام ده ويملى الشقه اكل ويروح الشغل. يجي الجراد اللي هو دفعه 86 يخلص الاكل اللي في الشقه كلها، ياسر يسرسبهم واحد. ياسر رزق تطار بقى. ويعني ما كانش بيخاف على اكل ابوه، يجيب الشله كلها الجعانين كله ياكل. تمام. وكان في فترات غياب الاستاذ فتح رزق الكتيره كان الشقه دي كلها دفعه 86 قاعدين فيها. الشقه المشاهير دي، المشاهير. في الشقه في الجيزه كنا احنا مأجرينها، احنا كنت انا ما بروحش مدينه نصر كتير، كنت انا واثنين اصحابي مأجرين شقه في الجيزه في الدقي. تمام. عندك حاجه تاني يا شيخ؟ ما قالش الخناقه بتاعت الجيزه ايه؟ التليفون نسي ايه؟ طيب اعمل ايه؟ طيب شاب بيكلم، فاكره التليفونات بتاعت زمان الارضي؟ ما كانش لسه في موبايلات، ده في الثمانينات. كان في ناس ياجر لك الشقه ويوصل لك واصله. صح. فترفع السماعه لو هو بيتكلم تقفل لغايه ما يخلص. صح. فصاحب العماره اللي احنا مأجرين منه الشقه طلبه والكلام ده او شباب لسه متخرجين بيشتغلوا صحافه، اللي مأجرين منه الشقه في معانا واحد صاحبنا ساكن معانا، احنا كنا ثلاثة حبيب. تمام. فكان بيقعد طول النهار والليل يكلم حبيبته، فالناس اللي فوق صاحب العمارة كل ما يفتح الخط عشان يتكلم هو او مراته او اولاده يلاقيه بيتكلم، بيحب في التليفون، بيحب. فكل يوم مشكلة مشكلة لغاية ما مسكوا في بعض هو لوحده في البيت والعمارة كلها طلعت. ذكريات جميلة. طلعت عمارة بتاعت عيلة كاملة، يعني الشقة دي الراجل، الشقه دي اخوه، ده ابن اخته، ده ابن خالته، الاسره كلها في العماره. واحنا الشقه الوحيده اللي متاجره او شقه تانية. فصديقنا ده لما اتخانق مع صاحب العماره وقال له انزل لي على السلم واطلع لي على السلم، فانا راجع بالليل انا وصاحبي التاني بالليل راجعين سمعنا هيصه. ايه الهيصه دي؟ اتاري صاحبنا ده بيحسب ان هو هيتخانق مع واحد، العماره كلها فقد علقة. العيلة طلعنا على السلم لقيناها مفروش على السلم تماما، كل العيلة كانت بتجامل علشان وجبوا مع بعض. وجبوا مع بعض. مش عايز تقول ايه؟ طبعا طبعا. لا 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 طبعا. انا طلعت على السلم انا. شيخ الحارة ممكن يقول اسمه على فكرة؟ لا 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 ما صعب. بلاش. لو عندك يا شيخ البتاعة دي ما تقولش. شيخ الحارة بقى. ما تقطعيش عيشي بقى. لا ما تقولش. لا ما تقولش. طلعت على السلم لقيته مفروش، فلقيت صاحب العماره والناس كتيره حوالي 30 واحد بيضربوا في واحد، عيله كامله. فبقول لي شفت صاحبك عامل؟ قلت له غلطان. تعالى. بيستهبل طبعا. تعالى اطلع فوق. لو ما مضيتش معايا هقول الاسم. لا همضي معاك. همضي معاك النهارده. همضي معاك خلاص. انا قاعد واحد عندك قصص كتير وقاعد بسمعك اهو. بس عن اصدقائي لا ما تقولش الاسم. هجيب لك بطاطا. همضي معاك. هجيب لك بطاطا. ايه بقى قصه البطاطا دي؟ دي بسيطه جي. يعني انا بعشق حاجه اسمها بطاطا مشويه. فعلا؟ عشق. عشق غير طبيعي. يعني بصي، يعني انت لو زعلت مننا النهارده نروح جايبين لك بطاطا مشويه. هاتوا بطاطا الانتاج. بطاطا مشويه للاستاذ مجدي الجلال. الله يرحمها كانت بتقول لي، بتقول لي انا بخاف عليك جدا. اقول لها ليه؟ واحده تضحك عليك. تقول لي اي واحده ممكن تضحك عليك ببطاطا مشويه. فبيقابلني ناس كتير جدا، انا وانا ماشي بالعربيه في الشارع
او على رجل او اي حاجه، لو شفت عربيه بطاطا مشويه لازم اقف اكل بطاطا مشويه. دي فيها حاجه يا شيخ الحاره؟ ما فيهاش حاجه. واحد بيحب البطاطا. قدر البطاطا يا ضنايا اللي كان السبب في الحرام، فيلم الحرام. ماشي.